نرحب بضيفنا عبر الهاتف مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة بالنيابة الأستاذ تركي القرين. أستاذ تركي أهلا بك. أنا وسهلا، بس التصحيح للمسمى الوظيفي، أنا مدير عام الإحصاءات الاجتماعية بمصلحة الإحصاءات العامة معلومات. نعم شكرا لك. دعنا نتحدث عن مدلولات هذا الخبر. تقوم مصلحة الإحصاءات بتنفيذ برنامج تدريبي لمسح القوى العاملة، حدثنا عن المسح والبرنامج التدريبي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة الإخبارية على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على المشاريع التي تنفذها مصلحة الإحصاءات العامة، ومن أهم هذه المشاريع مسح القوى العاملة. نعم. طبعا سننفذ المسح إن شاء الله في بعد أسبوعين من الآن، مدة المسح تقريبا 35 يوم. المسح يعتبر من المسوح الميدانية العينية الأسرية في مجال الإحصاءات الاجتماعية. طبعا يغطي المسح جميع المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، مناطق الحضرية والريفية في جميع المناطق. نعم. بعينة تصل تقريبا إلى أكثر من 34 ألف أسرة موزعة بأسلوب علمي على كافة المناطق في المملكة العربية السعودية. نعم. طبعا ما لا شك فيه أن نتائج هالمسح هذا تساهم في بناء قاعدة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، أيضا النتائج تدعم الجهود المبذولة من القطاع الحكومي أيضا القطاع الخاص في إحلال السعوديين أو توطين الوظائف. نعم. أنت أشرت إلى أهداف المسح بشكل مختصر، هل هناك توضيح أكثر هنا أستاذ تركي بالنسبة إلى الأهداف لهذا المسح؟ قبل يعني لو تسمحي لي قبل ما أتطرق للأهداف ودي يعني أعطي صورة مبسطة عن استمارة المسح طبعا. تفضل. حتى يعني نستغل هذه المداخلة في يعني بطريقة توعوية للأسر اللي بنزورهم إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. طبعا استمارة المسح تتضمن العديد من الأسئلة عن الأفراد تتعلق بخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. طبعا هناك أكثر من 42 سؤال في الاستمارة. نعم. أسئلة عن المشتغلين وأسئلة عن الباحثين عن العمل وخصائصهم، أسئلة عن المهن وعن الأنشطة الاقتصادية. طبعا في الاستمارة في تصميم الاستمارة رعية جميع المعايير الدولية وتوصيات يعني الصادره من منظمه العمل الدوليه ILO، وايضا الاستماره قبل استخدامها يتم عرضها على خبراء زائرين من ايضا من منظمات العمل الدوليه ومن جهات معنيه بسوق العمل في العالم. نعم. ايضا لنا شركاء في المملكه ترسل لهم الاستماره للاستئناس بمرئيات مثل وزاره العمل وايضا وزاره الخدمه المدنيه، صندوق تنميه الموارد البشريه، المركز الوطني للمعلومات، هذه جهات نحن وهم شركاء في توفير معلومه عن سوق العمل في المملكه العربيه السعوديه. ترسل الاستماره ايضا نستانس بمرئياتهم وملاحظاتهم، ويتم عقد عده اجتماعات للخروج بصيغه نهائيه للاستماره التي سننزل فيها ان شاء الله خلال الايام القادمه في نعم. جامع بيانات المسح. نعم، دعنا إذن هذا فيما يتعلق بالاستمارة، ماذا عن الأهداف من هذا المسح هنا أستاذ تركي؟ الحقيقة الأهداف كثيرة لكن ممكن إيجازها في نقاط سريعة. نعم. طبعا من خلال نتائج هذا المسح ممكن نوفر بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية وأيضا الوافدة مصنفة حسب عدد من المتغيرات مثلا حسب الجنس، الجنسية، الفئات العمرية إلى آخره. أيضا نستطيع قياس معدلات البطالة والتشغيل والمشاركة الاقتصادية وأيضا معدلات العالة الاقتصادية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. أيضا نستطيع أن نوفر بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل من خلال هذا المسح، وأيضا نوفر بيانات عن المتعطلين والمشتغلين حسب عدد من الخصائص، مؤهلاتهم، تخصصاتهم إلى آخره. أيضا من خلال نتائج هذا المسح نستطيع أيضا تعرف أو توفير معلومات عن التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وأيضا توفير معلومة عن متوسطات الأجور الشهرية للمشتغلين وساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب طبعا عدد من المهن وحسب النشاط الاقتصادي. وبشكل عام نستطيع توفير معلومة دقيقة عن المشتغلين والمتعطلين حسب عدد من الخصائص. نعم، هنا هذه القاعدة الكبيرة التي تبنونها أستاذ تركي، جميع الجهات المختصة كيف سوف يتم الاستفادة منها؟ هل سوف يتم تزويدهم؟ كيف سيتم هنا التواصل؟
طبعا بعد ما تطلع نتائج المسح يتم توزيع الجهات المعنيه بسوق العمل بالدرجه الاولى في نتائج المسح، طبعا عبر قنوات مفتوحه بين المصلحه وبين تلك الجهات. ايضا في اجتماعات بين المختصين في المصلحه والمختصين في تلك الجهات لدراسه نتائج المسح وتعميمها وتجويدهم بها. نعم، أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، إلى أي مدى سوف يتم الاستفادة من هذه القاعدة التي تقومون بها للهيئة؟ طبعا بلا شك أن يعني قرار إنشاء مثل هذه الهيئة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، لا شك أن مثل هذه الهيئة ستساهم مساهمة مباشرة في الحد من ظاهرة البطالة في المجتمع السعودي. طبعا دور المصلحة ستساهم في دعم سياسات هذه الهيئة من خلال توفير بيانات عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية كما أشرنا سابقا، عن المتعطلين، عن أيضا المستغيرين إلى آخره. ستكون هذه البيانات أيضا ركيزة أساسية في عمل هذه الهيئة، وأيضا توفير معلومات دقيقة مثل يعني مؤشرات البطالة، مؤشرات التشكيل، ستكون داعم أساسي لنجاح عمل الهيئة بإذن الله، وسنكون شركاء مع الهيئة في الحد من هذه الظاهرة، ظاهرة البطالة بإذن الله. نعم بإذن الله. حتى أختم الحديث معك أستاذ تركي، هذه البيانات أو المسح الذي ستقومون به هل سوف يتم تحديثه بشكل دوري؟ طبعا يعني فات علي يقول ان المسح ينفذ بشكل نص سنه ومرتين في السنه، دورتين في السنه. نعم. ونعمل ايضا تقدير المؤشرات الرئيسيه للمسح كل ربع سنه، يعني مؤشرات ربعيه. نعم وصلت اهم مؤشرات. نعم وصلت الفكرة أيضا بشكل كامل أستاذ تركي القريني، إذا من مصلحة الإحصاءات العامة ضيفنا هاتفيا من الرياض، شكرا جزيلا لك.